امبارح احنا سألنا سؤال مهم بيقابلنا، يا ترى الحول بيتعمل للكبار والصغيرين والاطفال بس؟ لا، الحول بيتعمل لاي سن وفي كل المراحل العمريه، هو مفيد لان سواء كان للطفل او للكبير، ففي كل الاحوال مجرد ان احنا بنعدل العينتين فكده الشخص نفسه بيستخدم عينين الاثنين احسن. لا شك ان احنا لو عملناها في الاطفال بيبقى فرصه انه يشوف بعينين الاثنين احسن، وبيقضي فتره طويله من حياته وهو صغير، الرؤيه عنده احسن لانه عينين الاثنين قليلين. لكن حتى الكبير اللي عنده حول سواء كان جوه او بره او فوق او تحت بيستفيد كتير جدا من عينين الاثنين قليلين ومستقيمتين، وبالتالي بيقدر يشوف الطريق احسن، بتبقى حياته احسن، بيبقى قدرته على الاداء، على القياده، على مشاهده التلفزيون، استمتاعه بالدنيا بيبقى احسن، لان هو نفس المبدا سواء كان في الطفل او في الكبير. تعديل الانتين بيساعد على استخدام الانتين مع بعض، وبالتالي بيحسن مجال الرؤيه. فالحول بيتعمل في الاطفال وفي الكبار، والاثنين بيستفيدوا جدا جدا جدا، وان كان في الاطفال هنقول في واحده جدا زياده. شكرا جزيلا.